فيه ما يمل كل ما فيه يجل يعني 12 عام 12 سنة النسخة 12 النسخة الثانية 12 ان شاء الله. الله يجزيكم بخير. الله يوفق السي محمد موقع الريفينو. الله يوفقكم. الله يجزيكم على المجهود. شكرا. هذا الواجب واجب السابق. هذا الواجب من التوفيق ان شاء الله للجمعية للاخوان. القدر صب. سالم سالم مصطفى مسلم العام كيتباع. سامحية بالحقيقة شفت تصور الشيء ولا غشاب بالحقيقة، ولكن ربما لا الشيء ولا غنتصور ربما هذا يعجب النفسين ولا شي حاجة. صغير وداني توالى عندي وداني تعاون كذا شيء. من هنا مثلا غاينين ما يتوالى يعني مثلا الشغل والجدان تتما مليح ماشي مليح. مليح ان شاء الله. واش مزيان ماشي مزيان ان شاء الله. المحسنين الله يجزيهم بخير. الله يكثرهم به. امين. سبحانه وتعالى يبارك في الاموال ديالهم. امين. ويصلح لهم الذريات ديالهم والازواج ديالهم ويجعل منهم اهل القران وخاصته. الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم كيعملوا واحد المجهود كثير. جزاهم الله خيرا. احنا شنو كنقدموا؟ هذه 12 عام حنا من ربي الكريم فتح علينا لان هذا القران الحمد لله عطى الخير. الحمد لله. الناس من براني اكثر يعني من الناس اللي هما هذه القريه بالحق. الحمد لله. ولكن كل شيء فيه الخير ان شاء الله. ان شاء الله. يعني مثلا كنفرحوا بالاخوان ديالنا بالمحسنين ديالنا اللي كيعاونونا جزاهم الله خيرا. اللي كنعملوه هو احنا فاني. اللي ما كيعرفش سليم ما هو قدامه كيعرفكم انا. غني غني. السليم معروف. كتعرف واحد سليم؟ الوالد. الوالد تبارك الله عليهم. تبارك الله. احنا بغينا الخير يعني مثلا لهذا الشباب لهذا الاولاد. بغينا نربيهم تربيه حسنه. يتعلموا الدين ديالهم يتعلموا القران ديالهم يتعلموا الادب ديالهم. المهم الحمد لله خير خير ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. نشكر كذلك القريب ونشكر كذلك الاباء والامهات كنشكر كذلك من السيد القذاب والسي وليد والسي رضوان المقدم ديالنا والحارس ديالنا وكذلك ما نسوش الحاشيه السي سالم الطول كذلك الله يحفظه الله يطول عمره. امين امين. كيدير واحد المجهود كبير على ارض داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه وان يعينه ويحفظه الله سبحانه وتعالى ان يحفظه وان يطول في عمره باش هذا الشيء يستمر ان شاء الله. نتمنى الله سبحانه وتعالى يكون عندنا ماشي غير واحد حسان بس يكون عندنا بزاف ديال الحسان ان شاء الله. فيه البركه ان شاء الله. نسير واحد الكلمه الحاج سالم بقاش كيضربوا مباشرة حتى تفرج ديك الخصية ولا مباشرة عبر صفحة شوف قرية كمانيش الكلمة بالمناسبة. إذا غادي نعيش. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام عليكم جميعا الإخوان. يعني هذا اليوم هذا كيذكرني باليوم ديال الافتتاح ديال دار القرآن الكريم 25 جويلية 2010. هذه مدة 12 عام الحمد لله ملي فتح دار القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم المحسنين اللي كيتعاونوا معنا داخل المغرب وخارج المغرب جزاهم الله خيرا.
الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم ويجازيهم بخير على هذا العمل اللي كيقوموني واللي كيعاونوني عليه. هانتوما يعني اخواني شنو كنقولوا، بغينا يعني مثلا الخير لهذا الشباب لهذا الاولاد يتعلموا الدين ديالهم ويقراوا القران ديالي ان شاء الله، الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع في كل مكان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم. اللي كان هنا في المغرب بغى يزورنا يجي لي دار القران، قال لك لان مثلا الحاجه اللي تشوفها ماشي بحال الحاجه اللي كتسمع عليها. اجيوا يا اخواني تشوفوا شنو قدمتوا شنو درتوا، ها هي الصدقه ديالكم، ها شنو عملنا، ها فين وصلنا بها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة المؤمنون، أبناءنا الأعزاء، أئمة مساجد وخطباء مساجد قبيلة الدنا، الحضور الكرام، حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا اليوم في هذا المسجد المبارك وفي هذا المكان الطاهر المبارك أن يجمعنا في الدنيا على طاعة الله، وأن يجمعنا في الآخرة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات الكريمات، هذا الجمع المبارك يأتي في إطار الاحتفال السنوي، واحد احتفال سنوي تنظمه جمعية الإمام مالك لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية فرع الهداية بأكمان، تحتفل بيوم افتتاحها لأول مرة. هذا المعهد افتتح بدا قبيلة بدانة في أكمان في يوم 25/7/2010، يعني انه لمده 13 سنه، وحنا كنفتقدوا سنويا بهذه المناسبه افتتاح هذه المعلمه القرانيه، المعلمه الربانيه التي ما فتئت ان تخرج طلبه وائمه مختلف مناطق المغرب. المعهد النظري ان شاء الله يفتتح خلال لمده 12 سنه، يشهد النتيجه اولا بفضل الله سبحانه وتعالى، وثانيا بفضل المحسنين والمحسنات الذين يبذلون قصارى جهدهم من اجل استمرار هذا المشروع الاخروي الرباني الذي تبارك وتعالى يجعله في ميزان حسناته. واذكر بالخصوص الحاج مصطفى سليم، هذا الشخص المتواضع الذي لا يحب ان يذكر جهرا. نقول لكم الصراحه، هذا عبد الحاج كيدير اعمال جليله وكيدير جهودات جباره، ومع ذلك ما كيبغيش يبان، ما كيبغيش يعني نذكرو بالتسميه ديالو. يقول لك هذا بفضل المحسنين هو يعني جنود الخفاء الذين ياتون من ورائهم، لا من الاولاد ديالو ولا من البنات ديالو ولا من الحاجه الزوجه ديالو ولا المحسنين اللي كيعاونوه ولا الاصهار ديالو ولا جميع المحسنين اللي كيبذلوا الغالي النفيس في استمرار هذا المعلمة القرآن. جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكونوا من أهل الله وخاصته.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم يا رب تقبل منهم هذه الأعمال واجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. نبدأ هذا الحفل الكريم أيها الأحبة لله قبل ما يجيو الضيوف ديالنا، بقي أن نستناو على يجيو بعض الضيوف يحضروا معنا هذا الحفل الرباني القرآني. غادي نفتتحوا هذا الحفل القرآني الكريم بقراءة جماعية لآيات بينات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فتفضلوا. مشكور بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
بعدما استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله عز وجل، سنواصل مع كلمة عن شرعية الإمام مالك في القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية فرع الهداية أكمل. قبل ذلك اسمحوا لي أن نرحب برئيسنا وأستاذنا وشيخنا الفاضل رئيس مجلس العلم بالناظور سيدي ميمون بن رسول، صلى الله عليه وتعالى يبارك في علمه ويبارك في صحته وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونشكره على تلبيته الدعوة، ومن خلالكم نشكره على الحضور وجزاه الله عنا خير الجزاء. أيها الأحبة في الله، جمعية الإمام مالك لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية مع الهداية أثمان، كما قلنا في البداية تأسست بتاريخ 25 يوليوز 2010، 12 سنة من الاجتهاد ومن الصبر ومن المثابرة كي تكون خدمتها في سبيل خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تأتى بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مجهودات المحسنين والمحسنات سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، جزاهم الله عنا خير الجزاء جميعا. أيها الأحبة في الله، كلمة جمعية. الحمد لله الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان وكرم أهله بالفوز في الدنيا ويوم يحشر الثقلان، وبشر حامليه وحفظته بالمغفرة والرضوان والفوز بالجنان. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي العدنان الذي كان خلقه القرآن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه إلى يوم الدين. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. القرآن العظيم حياة الأمة ونورها، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن له أجرا كبيرا. أحبابي الكرام، إنه لمجلس مبارك واجتماع يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتماع هذه الوجوه الطاهرة وفي هذا المكان الطاهر على كتاب الله وعلى مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى. ها نحن اليوم نجتمع مرة أخرى لنحتفل جميعا ونحيي الحفل السنوي العاشر أو الثاني عشر أو العاشر. إن تخلفنا سنتين ماضيتين بسبب جائحة كورونا، وخا كان يعني العمر يتمعها 12 سنة، إلا أن هذا الاحتفال هو العاشر بسبب جائحة كورونا فتداش الحق سنتين. هذا هو الحق العاشر بافتتاح معهد الإمام مالك لتحفيظ القرآن الكريم فرع الهداية الأكمل، الذي كانت بدايته كما قلنا في يوم 25 يوليوز 2010. فهذا التاريخ بالضبط كان نقطة انطلاقة هذه المعلمة وهذه المنارة خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى في قبيلتنا الحبيبة فردانة وفي ربوع وطننا العزيز، بفضل مجهودات أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. الفضل أولا كان لله عز وجل أن يسر لنا جميع الأمور ووفق المحسنين لهذا العمل الخيري، وثانيا بفضل بعض المحسنين والمحسنات جزاهم الله خير الجزاء الذين أحبوا كتاب الله تعالى وأخلصوا نياتهم لله عز وجل وأرادوا أن يخدموا كتاب
عز وجل ويحصل على الخيرية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن. واجعلنا من أهل الله وأهل خاصته يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا من أهل القرآن، واحشرنا مع أهل القرآن، واجعل القرآن نورا لنا في دنيانا وعند لقائك يا مولانا يا ربنا. أيها الأخوة الكرام، الجمعية افتتحت الأبواب سنة 2010، ومن ذلك التاريخ كاين مجموعة ديال الطلبة اللي تخرجوا، كاين مجموعة الطلبة اللي راهم حاليا أئمة مساجد في مختلف مساجد المغرب. كاين الطلبة تخرجوا من المدرسة راهم جد الجوامع كيديروا التراويح، يستقيو بالناس وكيستقيو التراويح في المساجد. كذلك كاين الطلبة اللي تخرجوا من المعهد راه كملوا الدراسة ديالهم في الدراسة العليا في الجامعات في المغرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم في مسيرتهم العلمية، وأن ينورهم وينور بهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم ويجعلهم نورا لهذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي المحسنين الذين يساهمون في استمرار هذه المعلمة الربانية القرآنية، أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا ما تقبل الله من الجميع. نواصل هذا الحفل الكريم بكلمة البرنامج ديالنا، في واحد الكلمة ديال السيد رئيس المجلس العلمي سيمون بن رسول، فليتفضل مشكورا. وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد رئيس هذه الجمعية، جمعية الإمام مالك لتحفيظ القرآن والذكر الشرعية فرع الهداية، التقيت بحال الجلسة الثاني وطاقم الجمعية الذين هم معنا المحترمون الفضلاء السادة أئمة الخطباء الحاضرون معنا، سيد الإمام وخطيب هذا المسجد، سادة المحسنون الحاضرون والغائبون، أبناءنا الطلبة بناتنا الطالبات، وبلشنا نشكر شوية أبناتنا غائبون. شو غادي نسمعو شي شوية وقولوها نسمعو قول من عاد ولا نسمعو بمعنى أحمد الله تعالى في البداية، فهو أحق بالحمد والثناء أن وفق لنا لهذا اللقاء وللقاءات الأخرى الكثيرة والمهمة بسبب هذه الطوارئ الصحية وبسبب هذه الجائحة وهذا الوباء الذي ندعو الله تعالى أن يرفعه عنا ويرفع عنا البلاء والغلاء وكل الشرور. ثم نشكر السادة القائمون على هذه المعلمة في هذه القرية المباركة، وعلى رأسهم حاج سالم هذا الرجل العظيم الذي نذكره في حضاره وسفره. إنه الحقيقة مش غير وحده، ومن معه من المحسنين، يعني نشكره جزيل الشكر وندعو الله تعالى أن يبارك
التحسيس بهذه العامات الكبيرة وهذه العامات العظيم الذي بواسطته نخدم القرآن ونخدم كتاب الله تعالى. فقبل هذا الوقت لم نكن نسمع شيئا عن مثل هذه الأنشطة القرآنية والدينية في هذا المكان، وأنتم تعلمون أن هذا المكان يأتي على مشارف المصطفى، والناس الذين يقصدون هذا المكان إنما يقصدونه للاصطياد، السياحة التي تعرفونها. ولكن اليوم الحمد لله هذه المعلمة القرآنية غيرت هذا المفهوم وغيرت هذا المسار، فأصبحنا نأتي إلى هنا ونأتي إلى هذا المسجد ونأتي إلى هذه الدار القرآنية بهذه النية من أجل أن نجتمع على القرآن ونقرأ القرآن ونحفظ القرآن. وأنتم تعلمون على أن القرآن الكريم هو الخصم، هو الخصم الحصين لهذه الأمة، فقرآن ربنا والذي يحمي هذه الأمة، بركة القرآن حاضرة في هذا الأرض، حاضرة في القرى والبوادي والمدن. القرآن هو السياج والسياج الروحي لهذه الأمة، ولذلك نجد الأعداء ونجد الخصوم يموتون غيظا. لماذا؟ لأن المغرب أول بلد يوجد فيه أكبر عدد من حفاظ القرآن. هذا إحصاء رسمي يقول بأن المملكة المغربية بها أزيد من 1.5 مليون من حفظة القرآن الكريم، والعدد لا يستهان به، العدد لا نجده في بلاد من الأمم. والإحصاء كذلك يقول بأن أول بلد يكثر فيه قراء القرآن هو المغرب، بل نحن الحمد لله نقرأ القرآن الكريم في الصباح والمساء ونجتمع عليه، وهناك من يقرأ حفظا واستظهارا، وهناك من يقرأ بالمصحف فنجتمع على القراءة، وهناك من يسمع. فالنتيجة أننا نختم القرآن الكريم كل شهر، وتتحصل لدينا أزيد من 60 ختمة، 60 ألف ختمة ديال القرآن كل شهر، ما كانش في بلاد، لا، 60 ألف ختمة بعدد المساجد، عدد المساجد التي توجد في المغرب أزيد من 60 ألف مسجد، إذن تتحصل لدينا 60 ألف ختمة شهرياً، وهناك مكان يختم به القرآن بالجهادة. هذه الختمات التي نتحدث عنها الظاهرة في المساجد، وأما عدد الذين يختمون القرآن في بيوتهم وفي منازلهم فحدث ولا حرج، هذا خير كثير، هذه بركة القرآن. إذا كان الناس الآن يأتون إلى هذا المكان من أجل الصيام، فنحن نأتي إلى هذا المكان من أجل أن نسمع القرآن ومن أجل أن نفرح مع براعينا ومع أبنائنا ومع بناتنا ومع رجالنا ومع نسائنا، نفرح معهم
بهذا القرآن الكريم الذي يتلى في الصباح والمساء. فعندما دعيت إلى الاجتماع، عندما هتف لي الحاج سامي قال بأن عندنا الموسم السنوي الذي نعقده كل عام، قال لي انه عندنا احداث القران نهار السبت اي نهار 23 يونيو وهو موسم سنوي ما يتاخر ولا شيء. جميل اننا نتشبث بهذه السنه ونتشبث في وقتها. فاذا كنت تخلف هذا العامين فبسبب هذه الجائحه واما بسبب اخر فليس هناك سبب. عندما هتف لي ما كان علي الا ان البلية والا احضر واجب الحضور في مثل هذه اللقاءات وفي هذه الاجتماعات واجب. كل واحد كيكون عنده اخبار باش يكون شي حفل ديال القران خصو يحضر. اذا ما حضرش بدون عذر خصو يراجع والله. علاش؟ لان غيرنا يخططون لكي يبعدون عن القران. لوبيات خطيره تخطط من اجل ان نبتعد عن القران. ولذلك يجب نحن ان نجتمع ويجب ان نجتهد ويجب ان نجد. فاذا سمعنا على حفل قراني ما علينا الا ان نفرج الدعوه وعلينا ان نحضر. فقط حضورك يعتبر العمل ويعتبر التشجيع ويعتبر على انك تحمل الهم. وكلنا يجب ان يحمل أهم نشر القرآن وأهم خدمة القرآن الكريم. هذه الآن من علامة ديال القرآن الكريم طبيعة الحال وراءها رجال وراءها معلمون وراءها مؤطرون وراءها صديقون ربانيون. المعلمة راه ماشي كتخدم وحدها. المعلمة طبيعة الحال أن هناك من أسسها وهناك من يرعاها وهناك من يصونها. مش متفكروش حنايا في أنفسنا ونقولوا كل واحد يقول في نفسه أش هو النصيب ديالي مع هذا الناس. تفرجوا غادي تفرجوا واش هادو واجب عليهم أنهم هما فقط هما اللي يخدموا القرآن. القرآن ديالنا كان القرآن كلنا مسؤولون عنه، كلنا سنسأل. ماذا أعطيت للقرآن؟ ماذا قدمت للقرآن؟ الله قال الرسول الله تعالى يقول على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هذا لرب العزة شكوى. هذه شكوى من الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعة إلى رب العزة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد اجتهد وعمل حتى بلغ للناس هذا القرآن. ولكن نحن هجرنا القرآن. وابن القيم رحمه الله عنده واحد الكلام جميل جدا في شرح هجر القرآن. كيقول اللي ما كيحفظش شويه القرآن يعتبر قد هجر. اللي ما كيقراش كل نهار شويه القرآن يعتبر قد هجر. اللي ما كيسمعش القرآن يعتبر قد هجر. اللي ما كيعملش بالاحكام ديال القرآن يعتبر قد هجر. كيجيب القيم كيجيب واحد عدد ديال الحالات نعوذ بالله ان نكون منها.
فلذلك كل واحد عليه أن يسأل نفسه ماذا يعطي لهذا القرآن؟ ماذا يقدم لأهل القرآن؟ ولذلك ما خصناش احنا نبقاو نجيو نتفرجوها اللي كان وجدوا شي دار بحال هذه مثلا يتعلموا بالقرآن ويحفظوا بالقرآن ويجتمع فيها أهل القرآن نفكروا نشوفوا باش نساهموا حتى احنا باللسان وهو أنك تساهم غير بالكلام الحب الكلام الجميل والكلام الطيب ولو أنك فقط غير تدعي مع الناس تدعي مع هاد القائمين وتدعي مع الطلبة أرى ويكفي هذا ولذلك هنا نستحضر شيوخنا الشيوخ عظام كبار الذين كانوا ينشرون القرآن وكانوا يعملون من أجل تحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية فنستحضر هؤلاء وأغلبهم قد رحل إلى ربهم مغفور لهم إن شاء الله ومرحوم إن شاء الله هذه البلاد هي الكتاب كانت مليئة بالكتاتيب القرآنية وبنور القرآن وكانت مليئة بمثل هذه الأماكن التي يحفظ بها القرآن نستحضر العلماء الذين كانوا في الهدار التي قريبة منا نستحضر شيوخ سي محمد العنان نستحضر سي مرحبا أن نستحضروا السيدون الحاج محمد الأزريوح وولده محمد بن محمد الأزريوح ونستحضروا السي مزيا المقدم وأخوه الأكبر السي محمد القاضي ونستحضروا كذلك تيمون حمود ونستحضروا السي محمد شملان وإخوانه وغيره زيد كنمشيو لهذيك الزاوية نستحضرو كذلك السي محمد دور فوطو والسي أحمد فوطو وأخوه محمد فوطو ونستحضرو كذلك السي محمد الحاج الملوك المؤقت المعروف ونمشيو لهذيك الجهة ديال السخاني والخباش نستحضرو السي مختار حميدوان ونستحضروا في محمد عمر ونستحضروا في رابح الكوش وقس على هؤلاء غير حياتي كان عرض وما غيره فكك يعني هذا ذات معمرو كانت ذاتبة معمرو كانت خالية ونرجع إلى النقشادية المنهج ديال هؤلاء ونقشادية على الطريق الذي سلكه هؤلاء لأنه الطريق الناحي الطريق المستقيم الطريق الذي يجب أن نربي عليه أبناءنا وبناتنا ولذلك نهنئهم إخوان طلبة ديالنا اللي كيحفظوا معنا فقهاء الأئمة اللي كيحفظوا وكذلك نهنئهم القائمين على هذه الدار وعلى مقطع ديال البلاد ونهنئ كذلك السادة المحسنين الحاضرين الذين أحضرونا ونهنئ أبناءنا الطلبة الذين على شرفهم ينظم ويذهب ونهنئ بناتنا الطالبات والتلميذات اللائي يحضرنا وعلى شرفهن ينظم هذا الحب وهذا اللقاء وصية أخيرة لهؤلاء الأبناء ولهؤلاء البنات أنهم الثلث أنكم الآن كما تحفظوا القرآن الكريم ماشي معنى أنه هو النهاية ماشي الهدف ديالنا وهو أننا نخرجوا سميتو الطلبة اللي غادي نمشيو نشاركوا شو يشاطوا تقول الجوامع ماشي هي النهايه ابدا الهدف
تعاونك وتبليغ أساسك في حفظ القرآن الكريم، ثم يكون هذا القرآن لك قاعدة ويكون لك أساس من أجل أن تطلق لتتعلم ولتقرأ. الحمد لله الآن الأبواب مفتوحة، انقشر بحال واحد الوقت كان الطالب كيحفظ القرآن وما عنده فين يمشي شهر. الآن تحفظ القرآن الكريم وعندك المدارس ديال التعليم العربي، أو عند عدد منكم اللي كانوا كيقراونا الآن كيقراو التعليم العربي. كيبقى الأستاذ سي صابا كاين واحد العدد الآن كيتابعوا الدراسة ديالو من العليا، حفظوا القرآن هنا مشاو كملوا فدرس التعليم العادي في مدرسة إبراهيم، هزوا البكالوريا ديالهم. والآن كما كانت هناك الكتاتيب القرآنية منتشرة استفيدوا استشار كله أنوار تفاو مسائل الكتاتيب القرآنية هي الأنوار فأطفأها وأغلقها لكي يسرق الناس. لا خير إلا أهلا ولتربية الإيمان. وهل إنكم هذا الاحتفال الذي يتزامن مع احتفالاتنا بذكرى الهجرة، ذكرى الهجرة النبوية ستأتي على 8 أيام أو 9 أيام أعتقد الأسبوع الجاي حيث يعني السبت ولا الحد غادي يكون عندنا فاتح محرم، ومع فاتح محرم 1444 كانوا يدعوا العام 1443 الهجرة. شنو كاين عندنا التاريخ؟ 1443 كانت مرض على الدولة الإسلامية العظيمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 14 قرن و43 سنة وغادي ندخلو في 14 قرن و44 هذا معنى فاتح محرم. مع فاتح محرم كان احتفلوا بالهجرة، والهجرة النبوية هذا عام صنعوا الهجرة تحدث وكيصنع ماشي الأحداث اللي كتسمع الرجال هم الذين يصنعون الأحداث. فمن صنع الهجرة؟ ها؟ الرجال، محمد رسول الله والذين معه، هؤلاء هم الذين صنعوا حال الهجرة، والذين يعتبر تاريخا عباقا منذ ذلك الوقت وإلى اليوم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبيل المؤمنين كان محقا عندما ابتكر هذا التاريخ، فقال للناس بداية تاريخنا سيكون من الهجرة ليس من المولد النبوي. الصحابة فرحوا على سيدنا عمر، قالوا غادي نبداو التاريخ ديالنا بالميلاد. الهجرة حدث مهم، حدث عظيم، ووراءه الأسبوع الماضي سيحتفل الشعب المغربي بعيد العرش المجيد الذي يؤرخ لمرور 23 سنة على تربع أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش أسلافه الميادين. كاين حدثان عظيمان كيتزادوا مع الحفل ديالكم، ولذلك نتمنى بخير كبير على انه حفل الغبار وحفل سعيد، فليهنأ به طلبتنا وفقهاؤنا، وليهنأ به ابناؤنا وكذلك بناتنا، فالتحنا جميعا بهذا الحفل المتميز الذي ياتي فيه
الدار القرآنية الدراس النور في هذا المكان، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذنا عندنا مسلمين منحرسون على هذه الكلمة القيمة، جزاه الله عنا خير الجزاء. أن وصف الحسنة ما تيسر من كتاب الله عز وجل، فهو طالب حامل لكتاب الله وحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو طالب مجاز، عنده الإجازة الشريعة والقانون، باش غادي يبين لهذوك الناس اللي كيقولوا لك بأن ولدي غادي يديه المدرسة يقرا راه يديه القرآن غادي يسمع في المدرسة. هو طالب ما شاء الله تبارك وتعالى، الله يوفقه ان شاء الله في الحياه ديالو، عنده الاجازه في الشريعه الاسلاميه والقانون، ومع ذلك ابى الا ان يكون الا ان يكون من حمله كتاب الله سبحانه وتعالى. فالاجتهاد ديالو والنيه ديالو الصادقه مع الله سبحانه وتعالى وفق رب العالمين باش يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فليتفضل مشكورا ماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين Father.
عندنا السياسيين ياسين بويكري حتى هو 50 حزب ان شاء الله تبارك وتعالى قريب يختم كتاب الله سبحانه وتعالى. عندنا عبد القادر والحاج حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى السته الثانيه الثالثه ان شاء الله تبارك وتعالى سعد القادر والحاج. عندنا احمد الشامي سي وش ايمن سي قريه وياه برنسا هو الاصل برنسا ان شاء الله ولكن ساكن في القريه. سي ياسين سي ياسين من ناظور مدينه ناظور. سي عبد القادر بويكر مدينه بويكر. سي احمد الشامي من وزان وزاني بارك الله عليك. سي عبد السي موسى موسى بن طال وحتى هو حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى هو اللي دار التراويح مسجد مسجد ولاد موتيه في سلوان دار العام التراويح دار مسجد ولاد موتيه في سلوان. نعم طروق مسجد طروق في سلوان. سي زهير كذلك هو حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى من كاسيم مدينة كاسيم. الطالب هو اللي دار العام التراويح مع سي إمام تيم في المسجد التعاوني هذا العام جزاه الله عنا خير الجزاء. وكذلك سي بدر الهويتي هو حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى صلى تبارك وتعالى ان يوفقه وان يجعله من العلماء الربانيين مجموعه من الطلبه. كذلك معنا واحد الطالب طالب كذلك ولكن اسمح غادي نرجعوا ان شاء الله سيريون انا كان مجتهد ولكن هذا الكلام كان خرج شي شويه وما دارش الهاتف البوذيه هو من جماعه الفركانيين ان شاء الله غادي يرجع لنا وهو يكمل الدراسه ديالو جزاهم الله خير. كذلك عندنا براعي ديالنا لكي تحكم المعهد العطله الصيفيه العطله ديالهم ما كيدوزوهاش في الطاوله كيجيو المعهد يقراو كتاب الله سبحانه وتعالى وغادي يتحفونا غادي يتحفونا بهذه الاويه ان شاء الله بابيات من متن بن عاشر راح حافظين بن عاشر ان شاء الله قريب وخا صغار ان شاء الله غادي يقراو لنا شي شويه فنستمع له وجاء معها المراعي راه كيدير واحد المجهود جزاه الله عنا خير الجزاء. نطلبوا من الاباء والناس جميعا يديروا معاه الدعاء باش يحفظوا رب العالمين الصحه ديالهم الاولاد
ملك أصغر تدعو على ما سمعنا آيات البينات من كتاب الله سبحانه وتعالى وإياه تلميذة في القسم الرابع وقد تدعو سبعات أكثر ما شاء الله تبارك الله تدعونا آيات بينات من كتاب الله العزيز سبحانه وتعالى ومن تقوم
الربوبية وغطقها الحاجة لا مستدى قد يجيهم للخارج الجنبية نعم نزيها خاتينة باردين امرأة تتابع دراستها مع حاج الإمام مالك فرع الهداية الرحمن ختمات في طلب الله سبحانه وتعالى بدأت معه في ختمات في طلب الله سبحانه وتعالى تقرأ لنا ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم نمر إلى امتحان يقدمه سرغوان وراق طباخ ديالنا والمكتب ديالنا والمسؤول داخل المعلم إن شاء الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم
الله يجعلنا على الطريق
هذه الجميع.